احنا معانا على الهاتف دكتور نزار سامي، استشاري الابتكار وإدارة التكنولوجيا. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا فندم، اهلا بحضرتك. احنا ازاي وصلنا لهذه النتيجة والطفرة في الانترنت، و يعني تأثير ده على الأداء التكنولوجي للدولة في الفترة الجاية اللي هي بتسعى اساسا للرقمنة في كل شيء؟ ده مظبوط جدا. خليني نستعرض مع السادة المشاهدين الخطوات اللي خدتها الدولة في الفترة اللي فاتت بداء من رؤية مصر 2030، وان يكون اقتصاد مصر اقتصاد قائم على الابتكار والمعرفة. من هنا كان لازم يعني كلمتين، الابتكار والمعرفة دور مهم جدا، وبالتالي الممكنات لهذا التوجه هو الانترنت والتحول الرقمي اللي كلنا بنشهده والتطبيقات المختلفة منه. حصل شوية استثمارات يمكن في تحديث البنية الأساسية، في سواء كنا بنتكلم على كابلات الألياف الضوئية، سواء على القنوات الاتصالات الدولية، ده من خلاله أنه تم استحداث الربط الشبكي أو الربط الألياف الضوئية، في تقوية ما بين السنترالات وبعضها، ما بين المباني، ما بين التجمعات السكانية. وشهدنا على مدار السنتين اللي فاتت هذه المشروعات الضخمة، يمكن التكلفة التقديرية بتاعتها بنتكلم متخطط حوالي أكثر من 2 مليار جنيه، فطبعا ده رقم كبير نسبيا. نقدر نقول أنه ده في تركيز واهتمام بالدولة على الممكنات الخاصة بذلك. طب نسأل نفسنا، هو طب وجود مصر في أو صعودها إلى المرتبة الرابعة ده معناه إيه؟ ده معناه أن احنا في رؤية سليمة، معناه ان في مجموعة من المشروعات المتكاملة اللي بتؤدي الى في الاخر الوصول الى الاهداف بتاعتها. طيب وجود الانترنت بشكل عالي، فبالتالي المؤشرات الدولية ومؤشر التنافسية العالمي النهاردة بيبقى ليه تأثير كبير جدا، وبالتالي دعوة كبيرة لجذب الاستثمارات الخارجية من تهيئة الانفراستراكشر او البنية الاساسية في ذلك. الأظرف من كده كمان، يمكن دي كل الناس بقى تحب ان احنا نقول طب احنا زودنا سرعة الانترنت، ايه اللي حصل؟ ده معيار آخر من احد المعايير الممكنة في الجوب كرييشن او تخليق الوظائف. النهاردة بقى في عندنا كم كبير جدا من الشباب، ويمكن برضو وزارة الاتصالات عندها مجموعة من المبادرات لتنمية ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال عن طريق التدريبات وغيرها من البرامج، النهارده بتزود الشباب والاطلاع على العالم الخارجي، وبالتالي الانترنت هي السبيل لهذا الاساس. فالجوب كرييشن او ايجاد وظائف للمستقبل ده جزء مهم جدا جدا. طب وجود العاصمه اتفضلي. لا انا كنت عايزه اعرف من حضرتك في عجاله كده معلومات عن مدينه المعرفه يعني واهميتها. تمام. يمكن احنا كلنا عارفين دلوقتي انه ذاكره او عقل مصر الالكتروني هو موجود في العاصمه الاداريه الجديده، وهي اول عاصمه. يمكن برضو للساده المشاهدين، احنا تم اختيار مصر او العاصمه الاداريه بالتحديد هي العاصمه الرقميه العربيه لعام 2021. ده معناه ايه؟ انه العاصمه الاداريه هي مجهزه بكامل التجهيزات الخدمات الرقمية، وبالتالي الحكومة والخدمات الرقمية والتحول الرقمي في هذا الأساس. مدينة المعرفة هي القلب بقى الخاص بذلك. يعني كلنا شهدنا من 20 سنة فاتت ظهور القرية الذكية. احنا بنتكلم بقى على مساحة أرض، بنتكلم على مجموعة خدمات، مجموعة جذب استثمارات وشركات، مراكز تطوير أعمال، مراكز دعم التكنولوجيا، وجود الجامعات او الجامعه الجامعه الرقميه، جامعه التكنولوجيا اللي انشاها وزاره الاتصالات حاليا. فهو عباره عن مجمع متكامل، الغرض منه في الاساس توحيد كل الجهود الخاصه بالتحول الرقمي والانشطه التابعه له في منظومه واحده، الناس بتتكلم مع بعض فيها بصوره افضل. طبعا بتم اتاحه مجموعه من الخدمات فيها بشكل افضل من ذي قبل. فبالتالي النهارده بقت نقدر نقول ان مدينه المعرفه ان شاء الله في الانتقال اليها في الفتره القادمه هي نقطه الاشعاع للتطور التكنولوجي، مش بنتكلم بس للفتره القادمه. انا بشكر حضرتك جدا دكتور نزار سامي، استشاري الابتكار واداره التكنولوجيا، على هذه المعلومات القيمه والحقيقه.